البنات تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي كوم باغازار. دابا في المول هو فوتبولور مغربي ومعه كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و إلي تي أكوتي دونك قلت ليه يلا قلت ليه هاي كي خنزر مي فريمون سيد إلي با نورمال جا عند واحد المغربي كمعو مي سي إنكرويابل. دابا داخلة لوتيل شفت واحد الباب قلت ليه إتس نوت نايس قلت ليه فاك يو قلت ليه فاك يو تو. السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنتكلم لكم على واحد الحدث اللي ولا رائج مؤخرا في الفيسبوك كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. فشنو هو هذا الحدث؟ هو ان فاتي جمال اللي واحد الممثلة مغربية عندها 5 مليون في الانستغرام انها كتعرض للإهانة كيف ما كتقول هي من طرف النجم المغربي حكيم زياش اللي كتقول على انه قمعها كيف ما شفتوا في الفيديو في البداية ديال الفيديو وكيقول على انها ردات ليه القمع. فمن بعد كيف ما كتشوفوا لان فاتي جمال كيقمعوها بزاف ديال الناس، مثلا البنت في واحد البرنامج ديال الكاميرا الخلفيه ما عرفناش واش حقيقي ولا ماشي حقيقي داك الشيء، ولكن كنشوفوا لانها تعرضت للقميع. شنو هو السبب اللي كيبان لكم نتوما ان هالشخصيه بوحدها اللي الناس كيقمعوها؟ شنو الراي ديالكم في هذا الشيء؟ الا كان عندكم شي راي عطوني في الكومونتير ونتبعوا الفيديو ديال الرد ديالها كيفاش تكلمات على حكيم زياش اللاعب المغربي اللي قدم مباريات مؤخرا في تشامبيونز ليغ اكثر من رائعه. شنو الراي ديالكم وشنو كيبان لكم لافوت واش من اللاعب المغربي حكيم زياش ولا من فاتي جمالي؟ زعما سي انكرويابل شكون هو الفوتبولور زياش تيلمون جو ليمي تيلمون جو ديتيست مينون سي انكرويابل فريمون. ملي كت اللي كيبان لنا في التلفازة حاجة والواقع ناغيان أبوا. هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي خفي غير هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي قال لي اختي فاتي ما كيتسولش واش دابا هاد لي فوتبولور ما في خبارهمش كانوا أباطرة قبل منهم وكانوا ملايرية وفي ليلة ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال في آخر أيام حياتهم ولاقين ما ياكلوا والناس كيعاونوهم. ما فهمتش الإحساس ديال جو سي با انا بعدا جيتي شوكي انا يمكن ان بو دوفون غير بديك الفرحه كاين كان كو جيم فولي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك ولا حاجه هكا اون سون فو. المهم تالمون جيتي شوكي جو فولي بارتاج اي سورتو إل مانسولت ملي قلت ليه حشومه هادشي اللي درتي قال لي تلاقيتو باغازاغ عاود قال لي فاك يو ياك بحال كي كتقول لي فام اللي في عائلتك لا انت. المهم اتمنى انه احنا مش كل ولاد بلدنا كده على فكره، احنا كل المشاهير عندنا والله متواضعين بجد. حشمني مع صاحبتي شنو كنت باغا نقول نسيت. قلت لك ان محمد صلاح عمره ما يعمل كذا صح؟ لا والله حتى احنا عندنا عندي كثير اصحابي محترمين. انا كنت قابلتهم قابلت الفريق اصلا ويجننوا وسلمت عليهم. لا هذا شكله لا وبعدين بيسبني يعني شاب بيقول لبنت فاك يو سوري يعني متعجري وغير محترم. ايوا شنو قلت لك؟ مش مصدق نفسه ان هو عمل شوبينج جامد كده فمش مصدق. قلت لك ديما عندك معاهم مشاكل اول مره غادي نفهمها علاش.